ست ماجي فرح، اهلا وسهلا فيك على هواكم. ست ماجي، خبرينا اليوم مشاركتي بالافتتاح السمر تبع لبنان. كثير هالشيء بيسعدني، كثير فرحانه انه لبنان عم بيطل على جديد، انه الصيفيه رح تكون كثير حلوه حسب توقعاتي. والحلو انه كل مره في ناس عم تشتغل، عم تعمل ايفينمون، عم تعمل ايفنتس، عم بتخلي لبنان دائما حي مهما عم نشوف المقاس. ست ماجي، في كتير عالم بيأمنوا بالحكي اللي بتقوليه بكل شيء، العالم هلا متوتره، كلهم ناطرين انه رح ما في حرب، ما في توسيع حرب لبنان ابدا. يعني بنطمن شعب مثل ما طمنتهم قبل العيد، هلا برجع بطمنهم. اوكي، هيدا كلام خاص. ست ماجي فرح عم بتقول انه ما في حرب، يعني المهرجانات مثل رح ترجع بقوه. كل الصيفيه اسفنا على الجنوب شو عم بيصير، وعلى المقاس اللي عم بتصير بالجنوب، فشو بدنا نعمل؟ لبنان بيعيش من السياحه، فمضطرين نكفي ونستمر. مين رئيس الجمهوريه؟ مش ما في هلا، ما في ما في هلا ما في. شكرا كثير، شكرا.